نفسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول. والنصع الحسب في ذروة الكاهل النعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. صلوا عليه. ثانية لتعجيل الفرج. ثالثة لقبول الأعمال. اللهم صل على محمد وآل محمد كما هديتنا به، وصل على محمد وآل محمد كما شرفتنا به، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى، أرزقنا شفاعة دنيا وآخرة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، عظم له الأجر، أحسن له العزاء، ومنون علينا برضا، هب لنا رأفة ورحمة ودعاءه وخيره لنفوز فوزا عظيما. سقى الله إياه قبر بالمدينة غيثه، فقد حل فيه الأمن والبركة. لا بد اليوم عليك عندكم دوي، فاليوم ذكرى شهادتي ووفاة أبيكم المصطفى، أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة، ولولا أن لنا بيننا وبين رسول الله هي العلاقة لم يكن لا لآبائنا الماديين ولا لأمهاتنا الماديات وزن ولا قيمة. سقى الله قبرين بالمدينة غيثه، فقد حل فيه الأمن والبركات. يجدي هذا ختام أيام التعزية والمات، أولها محمد وأوسطها محمد وآخرها محمد وكلها محمد. نبي الهدى يا صلى عليه مليكه. عندك تحيات للنبي تبعثها ولا لا؟ موجود ملائكة اليوم.
وبلغ عنا روحه التحفايات ونحيت عليه الطير مدى الرجارقون ولاحت نجوم الليل مبتدرا شمس النبوة مكورة وبدر الهدى غاب ما صار بالعالم مثيل فقد النبي مصاب أدى الرسالة وكافد الأمة وجهلها وبمنهج وضح مناهجها وسبلها كانت عن الحق مائلة وسيف عدلها عزها ونكس راس كل جاحد ومرتاب يا ويل قلبي من دين المحتوم منا ترشح جبين بالعراق وغفت الونا صبتين حالا وكل ضلع منهم تحن تندب الزهرة والقلب من شوفة ذاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمر ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير صدق الله العظيم وصدق نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. سادة محترمون فاضل كرام ملالي مشايخ، هذه سورة هود رقمها 112، وهذه الذي شيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى الاستقامة وعلى ماذا يستقيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما هي ثمار الاستقامة؟ إذا استقام إنسان كما أمره الله تبارك وتعالى ولماذا شيبت؟ بالبداية أخوان أفاضل أساتذة كرام، خلينا نتفق على نقطة جدا مهمة، أن من يتصدى لأمر هذه الأمة بالذات أمة المصطفى لابد أن يتصف بصفات ويتميز بمزايا ويتفرد بمقومات قليل ما توجد عند كل من هب وذهب. هذا واحد. الأمر الثاني، إلا نريد نخلي نصب أعيننا أن من يتصدى لأمر هذه الأمة وهو مخلص ومتفاني ومجتهد ف
فهذا يا مولاي يعيش ألما على ألم ومعاناة على معاناة وجهد على جهد والتعبا على تعب. نبدأ ما معنى الاستقامة؟ احنا هود 112 القرآن الكريم يخاطب النبي فاستقم كما أمرت. الاستقامة أبسط تعريف إليه يقولون جاية من القيام، لأن عادة يا إخوان يا مشايخ يا أساتذة يا طلاب يا أولادنا الصغار يا رجال المستقبل، هلا بيكم. الخطوط الأمامية أنتم دائما الخطوط الأمامية أنتم. إيه حبيبي، الاستقامة جاية من القيام. ليش؟ لأن عادة ابن آدم إذا أراد أن ينجز مهمة من المهمات أو تكليف من التكاليف أو وظيفة من الوظائف على أكمل وجه وأحسن صورة، ممكن ولدي يشتغل عاجل وهو قاعد على الكرسي، لازم شنو؟ يقوم يقوم إن شاء الله بيعزي، لازم يقوم. فالاستقامة جاية من مادة القيام، لأن القيام مرتبط بأداء الوظيفة والمهمة كما ينبغي. طيب خلينا يكفينا هذا التعريف. جيد، ما معنى أيضا فاستقم؟ صدق هي جاية من القيام، لكن شنو المقصود منها استقم؟ المقصود منها يا رسول الله أنت ولا حواليك لديك مهام، عليك يا رسول الله أن تبذل قصارى جهدك وكل إمكانياتك اللي الله وهبك إياها وفق أعلى درجة ممكنة، الحد الأقصى من إمكانياتك وقدراتك تبذلها يا رسول الله. شوي التفتوا، وتحافظ على هذا العطاء وفق هذا الخط اللي هو أقصى درجة من درجات شنو؟ العطاء. يلا نساعدكم شوية. سؤال، أيهما أصعب، أنني أصل إلى درجة من درجات العطاء المتميز أو أني أبقى أحافظ على مستوى عطائي اللي وصلت إليه؟ يلا خلنا نشتغل كلنا. إنك تصلي صلاة الليل يحتاج إلى جهد، صحيح؟ لكن إنك تبقى طول عمرك تصلي صلاة الليل أيهما صعب؟ المواظبة. ولذلك خلونا نروح لأمير المؤمنين. شكرا على توجهكم، شكرا على حضوركم. خلينا نروح لأمير المؤمنين. أمير المؤمنين يقول اجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة بخدمتك موصولة، وبعدين إلى أن يقول أعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي أورادي كلها من وين؟ وحالي في خدمتك سرمدا. الصعوبة عند النبي حج شيخي في أمرين: العطاء المتميز وفق أكبر درجة من درجات العطاء وتتناسب مع إمكانياته وقدراته، والأمر الثاني يا رسول الله أنت مطلوب منك تحافظ على هذا العطاء من محطة تكليفك إلى محطة شنو؟ تكفينك. من محطة تكليفك بالرسالة إلى محطة وين؟ تكفينك. السيد الإمام الخميني وهو على فراش الموت مطلوب منه شنو؟ هو هكذا. طيب خليه ثمرة الاستقامة بعدين. حجاج، مشايخ، رسول الله مطلوب منا عطاء على كم صعيد؟ شنو المطلوب منا؟ يا ربي استقم في ماذا؟
راح نستخدم للتذكير عشان ترسخ في ذاكرتكم. تاءات أربعة. رسول الله مطلوب منا يحافظ على هذا التعريف اللي ذكرناه شيخي في محطة التلقي. سنقرئك، حرك لسانك حجي، مو بس في الأبيات، احترامي الشديد إلى مقامكم الكريم، أنا مو لا أعلمكم، أنا أصغر من أنا أعلمكم، لكن حركوا لسانكم مع الأحاديث، مع الآيات القرآنية، مع الأدعية، أهم من الأبيات. وممكن أن أكون أنا مخطئ. نقرئك فلا تنسى، يا محمد بلغ ما أنزل إليك. مرحلة التلقي. الثانية يجتهد في محطة التبليغ والإيصال. التاء الثالثة مولاه يجتهد ويحافظ على درجة من درجات العطاء في ميدان التصدي للجبهة المناوئة في قتال الأعداء. التاء الرابعة شيخي يبذل القصارى جهدا من أجل تصحيح، شوية التفتوا، تصحيح مسيرة الأمة قبل الإعوجاج. وينتظر النبي المشكلة تصير بعدين صححها، لا، عند وحي يزود بمعلومات. مطلوب منا يتصدى لأي شبهة انحراف قبل أن تحدث. طيب قلنا هي الأربعة، راح نعيدهم وإحنا نتكلم يا صغيري عن آية هود. كم رقم الآية صغيري؟ 112. ها شو تقول الآية؟ فاستقيم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. جيد، خلينا نتابع المحطة الثالثة علشان ما نطول عليكم. تون شبعانين قراءة البارحة واليوم الصبح بعد ممكن قارناتكم. محطة ثالثة حجي، سؤالنا لماذا شيبت هذه الآية النبي؟ ليش شيبتها؟ قالوا لي يا رسول الله ما أسرع أن شنو؟ أي صرت شايب، ما أسرع بيض شعرك. قال ليهم شيبتني سورة هود. وطبعا في مناسبات أخرى قال والواقعة. طيب لكن ليش شيبتها حجي؟ ليش شيبتها؟ أقول لك ليش شيبتها، وإنت بعد ضيف. موجود قاعدة ممكن قالها أمير المؤمنين عليه السلام الله، وممكن غير أمير المؤمنين. هذه القاعدة تقول الهمة على قدر الهم. إيش قلنا؟ الهمة على قدر شنو؟ الهم. يفترض عند الإنسان العاقل أن همته تعادل ماذا؟ تعادل الهمة. انبسطها شيخي، والله أنا اليوم ما عندي لا مرة ولا عيال ولا 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 ولا، يمكن أشتغل سبوع وسبوع الثاني شنو؟ نايم، مو كذي؟ لكن إذا أنت يا ابن خالتي شيخي متزوج وعندك ستة أولاد والستة عاطلين، لأن يقولون محمد رسول الله علي ولي الله، كم ساعة تشتغل باليوم؟ ولا تكفيك، ولا تكفيك. تقول يا ربي خلي اليوم مو 24 ساعة، خلي اليوم 28 ساعة. ما أطول عليكم، احفظوها، بأن هناك تلازم بين الهام وبين الهمة. طيب رسول الله شنو همه؟ تدري شو يقول أمير المؤمنين؟ مو عن النبي، أمير المؤمنين يقول الهم نصف
هران. يعني إذا أنت عمرك 20 وحامل هام، عمرك كم؟ عمرك 40. وإذا عمرك 40 وحامل هام، عمرك كم؟ بسرعة بسرعة شيب السيد علي الخامنائي، صح؟ صح؟ بسرعة شيب السيد حسن نصر الله، صح؟ ليش؟ رقم واحد الهام وهو صادق. أمر الثاني، ليش النبي يقول شيبتني؟ شوف مولاي، تارة احنا عندنا الإنسان ثلاثة، التفت شيخي، التفت صغيري شبابنا، عندنا الإنسان ثلاثة، أنا بطالك متوب إنسان ثلاثة، عندنا الإنسان كما يرى نفسه، وعلى قولة الكويتي في سمك كويتي يسمونه اليميام، شو اسمه؟ يميام. عندهم مثل إخواننا بالكويت يقول يمدح اليميام روحه ذوبت شبدي بالوحة وما ينبلى. بعيد سيد عقيل، بعيد إيه مثل الكويت يقول يمدح اليميام روحه ذوبت شبدي بالوحة سيد. إنسان كما يرى نفسه، هكذا عندنا الإنسان شيخين كما يراه الناس، يرى الناس هذا الصغير المملوك آية الله العظمى، هو ممكن يكون آية الله العظمى، هم الناس هكذا. ويلا بنروح بالدم نفديك يا سلفس. كما يراه الناس، يلا اشتغل وياي. وعدنا الإنسان كما يراه من، كما يراه من، ارفع يدك فوق، يراه الله. النبي محترم فاضل سيد كريم، النبي مو يراه فلان ولا فلتان، لا، انت عندك موظف بالعمل تقول له ابذل قصارى جهدك، ترى في كاميرا تتراقبك من المكتب، هذا انت تراقب. قالوا لنا في الدوائر الان بعض الوزارات قالوا ترى كل توقيت حضور وخروج موجود كاميرا ترصدكم. هذا مو كاميرا هنا، هذا موجود الله. ليش تشيب هذا أيضا عجيب؟ أنت تعتقد يعني يقين النبي يقيني؟ يقين النبي يقيني؟ أنا قدامكم خوش آدمي، لكن ممكن في البيت أكبر ظالم، مو كذا؟ مو كذي؟ تتفكر يقين النبي يقيني؟ لما يقولون لآية الله بهجة تقولون يا آية الله أعطنا آية تجعلنا مقبول عند الله، يقول يكفيكم، قريتونا أنتم، يقول يكفيكم. ألم يعلم بأن الله شنو يرى؟ تتفكر يقين النبي يقيني؟ لما نقول لي ربك ترى أنت عليك رقابة ونبغيك بهذا العطاء، تفكر يقين النبي يقيني؟ احنا الله يحفظنا وطول عمرنا معظمنا أهون الناظرين إلينا مان حجي، لو توقف قدام السيد علي السستاني تصلي هي الصلاة؟ خلينا نكون واضحين، نصلي هذه الصلاة، لكن احنا قدام الله. عموما فمن يراه لديه يقين النبي بأن من يراه هو الله تبارك وتعالى، فدائما في حالة وجع وحالة خوف.
وحالة اضطراب وحالة قلق إلى أن يقول له القرآن الكريم الوحي عفوا طه ما أنزلنا عليك القرآن. خفف على حالك. أيضا ليش النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليش شيبت هي الآية؟ أهل التفاسير مولانا يقولون بأن الخطاب الإلهي لم تكن فيه مسحة ملاطفة ولا رقة، ما في ملاطفة أو رقة، استقس. طيب شيبت سورة وقائد الأمة اللي يريد يقود هذه الأمة يستعد لأن يشتعل الرأس ماذا؟ ويهين ماذا؟ ويهين العظم. قبل ما نروح إلى المحطة الثانية مولاي الكريم، شنو فائدة هذا الكلام؟ أنت يا أخونا الكريم تحلق ابنهنك، شنو فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام إن نفهموا إن اللي يقود قافلتكم لا ليل ليل ولا شنو ولا نهار نهار. أنت تشعر بلقمة العيش هو ما يشعر بالعيش. أنت تشعر بلذة الماء هو ما يشعر بلذة الماء. أنت تشعر بطعم النوم هو ما يشعر بطعم النوم. الله يحفظك يا أبو مجتبى، قولوا أمين. الله يحفظ من شر الأشرار وكيد الفجار وبغير طوارق العذنى. الله يحفظك يا أبو سامي. الله يحفظك يا سيد عبد الله. الله يحفظ كل العلماء العاملين. هذا الكلام عشان تثمن اللي هم على خط النبوة شلون يعانون. وش صاير اليوم مولانا الكريم؟ صاير اليوم الأمة الإسلامية معظم حكامها يزدادون شباب، شعوبهم النبي شيب ويعطيك أمة ماذا؟ شابة شابة حيوية نشاط عطاء. اللي جاءوا بعد النبي معظم حكام المسلمين هم يزدادون شباب وشعوبهم شنو؟ شيء صعد شيء. طيب نمضي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما نروح إلى ثمرة الاستقامة، القرآن الكريم يخاطب النبي يقول لي ولا تطغوا ولا تطغوا. شنو يعني معناته ولا تطغوا؟ يقول أهل العلم أهل المعرفة اتخذ موقف. تفتوا صغارنا بين لحظة وأخرى بتكبرون وإن شاء الله ما تشيبون، إن شاء الله ما تعيشون في أيام تشيب، لا إن شاء الله تكون أحلى من هالأيام. يقول القرآن الكريم ولا تطغوا، يعني خد يا رسول الله منطقة وسط لا فيها إفراط ولا فيها شنو. أنت في هي المحطة حافظ على وجودك وعلى عطائك وعلى دعوتك ونشاطك. سؤال، أيهما الأخطر يا مشايخ يا أساتذة؟ علاقتنا بالدين أيهما أشد خطر علينا وعلى الناس وعلى الدعوة، إفراط أو تفريط؟ لازم أشغلكم وياي، إفراط أو تفريط؟ نفس الشيء أصحاب الميمنة، إفراط أو تفريط؟ يعني إفراط لا صلاة ولا صيام، تفريط ها؟ أيهما الأصعب؟ أغششكم سامعين بوكو حرام؟ وين شباب؟ لا يكون فقط تقرون صفحة الرياضة. أحد المفكرين يقول إذا كنت تقرأ فقط صفحة الرياضة ما تقرأ شيء أفضل. شباب ما علموا معتادين على الطريقة من القراءة قبلها اليوم.
شباب بوكو حرام في أي دولة في أفريقيا؟ نيجيريا. شنو تعريف بوكو حرام؟ ها؟ إن شاء الله ما تعرفون علشان تدخل بجيب الفائدة. شنو معنى بوكو حرام؟ تعريف بوكو حرام التعليم الجامعي حرام. يعني يا دوبها أنت توصل إلى ثانوية أو إعدادية وروح البيت، وذيك البنت تأخذ شهادة إعدادية وتروح وين؟ تروح البيت. شفت الملعنة؟ بوكو حرام، وكل واحد لحيته طول. بوكو حرام. هاي منو مشتغل على هالأدمغة هذه؟ رسول الله؟ علي؟ هذا إفراط ولا تفريط؟ إفراط، تزمت، تشدد. طالبان إفراط ولا تفريط؟ تشدد، تزمت. الوهابية تشدد، تزمت ولا غلط؟ أيهما أخطأ؟ مو إحنا نقول، إحنا نقولها وفعلا القرآن يوافقك. تقول واحد ما يصلي ولا يصوم أفضل من ناصي، بعدل ولا معدل؟ حقيقة قرآنية هذه، حقيقة قرآنية. لأن الطغيان يا مولاي، أي زعيم وأي متصدي لقيادة ناس ممكن تصيب هي المسحة، مسحة الطغيان والتشدد والتزمت. وهي الظاهرة الموجودة اليوم بالمسلمين. القرآن الكريم يقول يا محمد لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. جت المخابرات الغربية قالت احنا نجيب لكم فضا، وشنو مولاي؟ احنا نجيب لكم داعش، ونجيب لكم العسرة، ونخلي كل الامم تهرب من دينكم ولا تطغوا. طيب وصلنا قريب محطة النهاية. صلوا على محمد وآل محمد. ثانية، بارك الله فيكم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون عجيب. بصير بصير. شنو ثمرة الاستقامة يا رسول الله؟ اثبت ولا تسترخي، واصل عطائك، واصل مشوارك. شنو النتيجة؟ النتيجة وأن لو استقاموا على الطريقة، ماذا النتيجة؟ ترتوي ولا ما ترتوي؟ الله يرويك إن شاء الله قريبا. المهم ما تسترخي، تمشي في خط الله تبارك وتعالى، خط النبي، لا إفراطون ما شيخي ولا تفريط. القرآن الكريم يقول ابشر ابشر. القرآن الكريم في مورد آخر، ناخذكم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه، يقول عليك بالاستقامة فإنها، عليك بمنهج الاستقامة يكسبك الكرامة ويكفيك الملامة. وهذا التي تطلبه جماهير هاي الأمة لنا، استقامة لا إفراط ولا تفريط كما أمر الله تبارك وتعالى. آية أخرى وننهي. القرآن الكريم يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم ثبتوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاب رأسه، وعندما نزلت قال صلى الله عليه وآله شمروا
شمروا عمل دوم والوعد من السماء. هذه الأمة أراد لها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تواصل هذا خط المسار، خط وإن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا. استقامة الأمة لا يمكن أن تأتي إلا من استقامة ماذا؟ رأسها. إذا رأسك في دورة شوف أذونك شوية وتوازنك وين موجود، ماء في أذونك الداخلية يخترب ميزان هذا الماء ما تقدر توقف. فبعد رسول الله صلى الله عليه وآله أراد أن يواصل مسيرة الخير لهذه الأمة حجين، ما تعطش ما تجوع، تفوز دنيا وآخرة. فقال لهم في أكثر من موقف إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله أهل بيته. شوف مولانا الكريم اللي ثبتوا على هذا الخط النبوي جاعوا عطشوا عاشوا الكرامة ولا ما عاشوا الكرامة؟ 30 سنة الجمهورية الإسلامية، وبعدين اتصل باراك ولا ما اتصل تليفون؟ قال علي بدوات وكتف، وصلنا لهي أكتب لكم كتاب، أنتوا على السكة الصح وأنا كل جهدي بذلته شيا لن تضلوا بعده أبدا على السكة. قال القوم لا حاجة لنا في كتاب، يكفينا كتاب الله. وهكو كتاب الله موجود، وين ود كتاب الله؟ كتاب الله في واد، واحنا في واد حجي. الاستقامة تستمر مع خط أمير المؤمنين عليه السلام الله تعالى. قال اخرجوا قوم، ألم تكسر فيكم رباعيتي؟ قالوا بلى. ألم أربط حجر المجاعة؟ قالوا بلى. ألم أجاهد بين أظهركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. يا علي، دخل عليه علي، قال يا علي، قل أمير المؤمنين دعاني رسول الله. يا علي أتقبل وصيتي؟ يقول أمير المؤمنين لما النبي قال لي هي العبارة مع طعيم بكيت ما قدرت أجاوب. عادها علي علي أتقبل وصيتي تنجز عداتي؟ قلت بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أخذ يوصي علي بوصاياه، يا علي ستجد بعدي إثرة، اصبر اصبر. ثم دخلت الزهراء بأبي وأم شافت النبي جبينه متعرك، هي يبكي على أبوك، لا تبكي تبكي على أبيك، شنو قيمة آبائنا؟ شنو قيمة أمهاتنا؟ لولا أننا من الله علينا بنبيه المصطفى. رمت بنفسها على والدها، يلا عاد ما تحلى مو العزية إلا واحد منا يقول وا محمد، واحد هنا يقول وا أبتها. تفترض انتون تبكون الخطباء مو الخطباء يبكون. هذا آخر الدموع، نزلها على خدك وامسح بها وجهك لتأتي يوم القيامة مبيض الوجه. الدموع لا تخلونها من نصيب محارم الورق، فيها شفاء فيها شفاء. أبتها يا رسول الله، ضمها إلى صدره. بني فاطمة نظر إليها بعينين دموعتين
دمعة عيون. يعرف ايش راح يصير، يعرف ان بعد ساعات ستقف على قبره وتقول لي قل للمغيب تحت اطباق الثرى. يدري راح تقول لي ابدا صبت علي المصائب. اللي عندهم معتقلين، اللي عندهم مرضى، اللي عندهم معاناة، اللي عندهم مطاردين، تبع تقولوا أبتا يا رسول الله صبت علي مصابي. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ما لليتامى عصمة عيون للأرامل. قال لها بني فاطمة، فاطمة لا تقولي هذا القول، هذا قول عمك، ولكن قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلي الرسل، أفين مادوا قتل انقلبتم على عقابكم. ضمها إلى الصدر نادى بني فاطمة في أمان الله، حرق قلبه، فجر دموعه. أدخلها تحت الرداء، همس في أذنها ومحمدا ونبيا. خلتكم دوي مثل دوي النحي، تعيشون لذة لا يعيشها إمبراطور ولا ملوك الدنيا بأجمعها. خرجت من تحت الرداء حزينة نادبة منادية ومحمدا. أدخلها مرة أخرى، بارك الله فيكم، صعدوا صعدوا. يمكن الإمام المهدي مر علينا، ليش لا يعني. خرجت من تحت الرداء ضاحكة مستبشرة، وفاطمة نادها علي زهراء زهراء زهراء، فيما بكائك في الأولى وفيما ابتسامتك في الثانية. قالت يا علي في الأولى في الأولى في الأولى ندب لي نفسها، قال أنا ميت يا فاطمة. بكيت بكيت يا علي. في الثانية أخبرني أنني أول أهل بيته لحوقا به ومحمدا وفاطمة. دخل الحسنان فادخلوا معهما، ألقى شباب، ألقى الحسن بنفسه على صدر جده، يشم يضم الحسين يصغر، ألقى بنفسه على يد رسول الله. جده من لنا بعدك ومحمدا، أبتا يا رسول الله من لنا بعدك ومحمدا. شوفوا شوفوا، التفتوا شوية التفتوا شوية، ها اندب على أبيك المصطفى، لأن منذ غابت عين المصطفى أصبحنا أيتام في يد الآن. من لنا بعدك.
ومن لنا غيرك يا رسول الله؟ تسمع المقال وتعلم بالحال يا رسول الله، وانت الشفيع. ودعهما حجي حسان، انت مسموم مظلوم حسين، انت شهيد هذه الأمة من غير غسل من غير تكفين. نكب على صدر رسول الله ومحمدا. جاء علي ليرفعهما، قال له أبونا رسول الله: دعهما يا علي، أتودع منهما ويتودعان مني، أتزود منهما ثم قول لبيتي في أمان الله ومحمدا. مع كل مقطع حبيبي شيخي، مع كل مقطع قل ومحمدا ومحمدا. اليوم الملائكة تريد تسمع حي الصيحة هذا الاسم. غيرك مشغولين من أمة لا إله إلا الله، مشغولين اليوم بالرقوص والخمور. حينئذ قال: يا علي ضعني على صدرك يا ويلي ومحمدا. يقول علي: وضعته على صدري فسمعت صوتا يقول: يا محمد، وللآخرة خير لك من الأولى. صوت من شبه جبريل، جبريل ومحمد، جبريل. ثم قال النبي: وعلي اسمع يا ملك الموت، شدد علي، خفف على أمتي. جبين بالعرق يرشح، يا ويلي واسبلي يدنا، دوي 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 دوي. نونها خلت تصير أجمل، ما شاء الله، ما أجملكم، خليها تكون أجمل. جبينا بالعرق يرشح، يا ويلي واسبليدنا. ايش ذي دوي دوي بايات الذكر يلهج لسانه ومد رجلنا. راح اعيد لك، خل ختامها مسك شيخي، خل هذا. انتو الا يستضيفكم رسول الله وتتغدون عند النبي وتتعشون عند النبي، انتو كلنا دوي والله قمة اللذة. جبين بالعرق يرشح، يا ويلي واسبليدنا. هلا. وبايات الذكر يلهج لسانه ومد رجلنا، وتدري بي النبي مهموم، وتدري السيف رلاونا لحظة وخمدة تنفس ومحمدا.
وياي وياي ويا إن شاء الله ساعة ونص. صارت ضجة وسط الدار حين نغمض عينا ومحمدا مع كل مقطع شباب ومحمدا مع كل مقطع يلا صار ويانا نونها يلا صغيري طلعني. صارت ضجة وسط الدار كمل حين نغمض عين ومحمدا ومحمدا ولحظة وخمد انفاز وفارق طاهر الطين ومحمدا وياي ما تمتن دبه اليوم وتذكر منهج ودين الموت المصطفى الطاهر قوم ونعز مهدنا وياي الموت المصطفى الطاهر قوم ونعز مهدنا ومحمدا ألطم الصدر ونادوا بالفجيعة ألطم الصدر ونادوا بالفجيعة عظموا الأجر إلى حام الشريعة عظموا الأجر إلى حام الشريعة ونادوا على الدنيا العفل يوم مات المصطفى ونادوا على الدنيا العفل يوم مات ثلاث مرات ونبيا ونبيا ونبي ثلاث مرات سمعني ونبي يلا اضرب ألطم الصدر ونادوا بالفجيعة عظموا الأجر إلى حام الشريعة وياي ألطم الصدر ونادوا بالفجيعة عظموا الأجر إلى حام الشريعة صيحوا عدوا يا العفل يوم مات ونادوا عالدنيا العفل يوم مات ثلاث مرات ونبي دوي 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 ونبي بعد مره ونبي اسمع ضاقت الآفاق والأرض الوسيعة ضاقت الآفاق والأرض الوسيعة يوم طه لم يجد إذنا سميعا يوم طه لم يجد إذنا سميعا قالوا لكتابك في اليوم مات
وقالوا لك تابوك في اليوم مات ثلاث مرات ونبي دوي 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 ونبي بعد مرة ثلاث ونبي اسمع ضاقت الآفاق والأرض الوسيعة وياي ضاقت الآفاق والأرض الوسيعة إنعام يوم طه لم يجد إذنا سميع إنعام يوم طه لم يجد إذنا إنعام قالوا لك تابوك في اليوم ما وقالوا لك تابوك في اليوم ما دوي دوي ومهبي أنا بيك ونبي بعد مرة ونبي ارفع صوتك الصغير ونبي اسمع يبكيه الدين وقد غاب ربيعه يبكيه الدين وقد غاب ربيعه ربي اجعلنا له من خير شيعة وياي ربي اجعلنا له من خير شيعة النور يثرب وانطفل يوم ما النور يثرب وانطفل يوم ما دوي دوي ونبي بعد مرة ونبي ودار ودار قسم باللي خلق عالم لازم تحرك لسانك ما تحلو إلا بالجن قسم باللي خلق عالم ودار طه أنعش الأمة لأن منافقين كثيرين ودار صبح ممدود في لحظة كمل جمالك قسم باللي خلق عالم ودار طه أنعش الأمة الأمة ودار مس ممدود في لحد ودار يا مهدي عليه تنوح يا باقي البقي وشيعة وشيعة أنا أفني نهجك بدمي بدمي والشيعة يلا هذا معاهدة بيننا وبين من وبين المصطفى وبين الإمام القائم الشيعة يعني أنشر نهج المصطفى الأصيل أنا أفدي نهجك بالدمي والشيعة يلا تعال وياي المغتسل مسجى عليه رسول الله
وقبل جسمك مسجى وشايعة هذه لك حبيبي هذه لك صغيري وعزيب موتتك سنة محلاهم أهل البيت شيعة أهل البيت وعزيب موتتك سنة سنة وشيعة جودت ضريح النبي جودت ضريح النبي جود ضريح النبي راح يسألك النبي من أب أنتما يلا رسول الله أنا ما أنا يتيم يتيم يا رسول الله يتيم براحتك دمسح علي يا الله نشكر الله تبارك وتعالى على هذا التوفيق مسحة التوفيق الرباني كان الظاهر وهذا بسبب حسن نواياكم وصدق توجهكم أوصلتنا إلى درجة قاب قوسين أو أدنى من الجمال المطلوب في مثل هذه المناسبات هنيئا لكم يلا الآن فقط قولوا خلفي يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد واكشف العذاب عن المؤمنين وابعثه جهرة على الظالمين اللهم اكفف العذاب عن المستجيرين بالذات المعتقلين المطاردين واصببه على المغترين اللهم بادر عصبة الحق بالعون يا الله وبادر عصبة الباطل بالقسم وبادر أعوان الظلم بالقاسم اللهم وسعدنا بالشكر الآن أريد يا الله قوية وامنحنا النصر وامنحنا النصر وامنحنا النصر وأعذنا من سوء المبدأ والعاقبة والخات ببركة الفاتحة تسبقها الصلوات.